بعضكم منصدم من المقطع مدته ساعة، لكن حاب أقول لكم يا جماعة إن هذا المقطع بالنسبة لي والله العظيم إنه أفضل مقطع فورتنايت نزلته ب 2020 كاملة. ليش يا أحمد؟ وش السبب؟ اللي كانوا بالبث بيعرفون، واللي بيتابعون المقطع كامل بيعرفون. صحيح المقطع طويل لكن خذها مني، المقطع يستاهل. طيب ركز معي أشرح لك على السريع. قبل تقريبا 5 أيام فورتنايت سوت بطولة اللي هي الكرياتيف لصناع المحتوى، فقط كرياتيف البطولة، وكلموني على أساس إنهم يبغوني أكون كابتن للميدل إيست وأختار معي 3 لاعبين، فأخترت معي أنا ومودي وناصر ومثك، وقدرنا نتأهل في دور المجموعات اللي هو عن طريق إحنا نباري الناس اللي بالميدل إيست، وتأهل الفريق حقنا ببطولة الميدل إيست فقط إلى النهائيات اللي بين دول العالم كاملة. البطولة جائزتها 150,000 دولار، أي ما يعادل 600,000 ريال وأكثر. النهائي عبارة عن 3 مجموعات، المجموعة الأولى حقتنا ومجموعتين ثانية. المجموعة الأولى وهي مجموعتنا هي عبارة عن ميدل إيست، فرنسا، إيطاليا، كوريا. المجموعة الثانية هي إنجلترا، إسبانيا، روسيا، أستراليا. والمجموعة الثالثة اليابان، بولندا، ألمانيا والبرازيل، ماخذين من دول العالم كلهم اليوتيوبرز اللي عندهم وجامعينهم بكرياتيف. ومجموعات مجموعتنا اللي هي راح تلعب اليوم وبتشوفونها اللي قلت لكم إيطاليا وفرنسا والميدل إيست وكوريا. وبالنهاية من بين المجموعات الثلاثة أعلى نقاط بالدول كاملة هو اللي راح يكون المركز الأول ويأخذ الجائزة. أتوقع أنكم فهمتوا الآن الفكرة كيف كرياتيف، واللعب راح يكون على السيرفرات كلها، والبطولة رسمية من فورتنايت وإبيك جيم، وعشان كذا إحنا مرة متحمسين لجائزتها مرة كبيرة، ونبغى نحط اسمنا ونحط بصمة الميدل إيست نفس دي البطولات عشان مستقبلا يحسبون لنا 1000 حساب. ولكن اللي صار في هذه البطولة عزيزي المشاهد يشيب الرأس، وأنا متوقع إن لو إن ناس ثانيين كان تحطموا ويأسوا وفقدوا الأمن، لكن بتشوفون اللي صار. وأتمنى يا جماعة الخير إذا أنت تشوف المقطع تتأكد إنك ضغط زر اللايك ومشترك، نبي المقطع هذا يوصل عدد كبير لأنه مرة تعبنا عليه. نشكر رامي على تعبه على المونتاج، ونشكركم أنتم برضو على دعمكم. فأدري طولت عليكم بالمقدمة، خلق المقطع طويل، أبيك تكون فاضي ومروق، وتأكد بالله إنك ضغط اللايك الآن وأنت قاعد تطالعني. السلام عليكم، أنا بطالعك. حطيت لايك ممتاز، اشتركت برضو ممتاز، والسكس بي يا جماعة فورتنايت متعبة صناعة المحتوى، الكود هو اللي خلينا نستمر، فادعمونا إذا ودكم. روابط قنوات الشباب تحت، الله يعطيكم العافية، مشاهدة ممتعة، ونصيحة شوف المقطع كامل، الله يعطيكم العافية، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دخلنا راح نلعب ضد كوريا، فرنسا، ايطاليا، ميدل إيست. تمام، so okay. Let me explain you the map. So this is swim race, swim like a duck just here. So the first map you will play on European server. All teams will compete in a swim race in which they will have to beat different levels. Each team will earn points according to their final position. You will play 3 rounds normal in theory. So go for it. If there are more than 3 rounds, play it, okay? So now I will quit the group and you can add the last player. When he's ready, you can go. سلام انا ما يعني في اللوبي وش اسوي؟ اشوف الايتم شوب. You can now invite him. تيم 2 بسم الله. يلا يا عيال حولوا تيم 2، حولوا تيم 2 يا عيال. مثلك اشرح بسرعة، ايش السالفة؟ اشرح. نسمع تباحة مثل البطة، بس هذا الهدف. ايطاليا روحوا، وين السعودية؟ وين السعودية؟ اسمع السعودية بلا خلاص. تعال يا عيال، يا ركزوا معي. اجتماع اطلعي مودي حول كلمة ثانية. يا مودي يدي تكفى، مودي حول كلمة ثانية، ما في وقت بسرعة. تيم 2 40 ثانية، عندك 40 ثانية، 40 ثانية. يدي طفل بسرعة، لا تضغط بداية اللعب يا اخي. اسمعوا يا عيال، انا الاول. 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 ان
يمين يا عيال يا عيال نو جو جو الله شر وراك انا وراك وراك والله شكل اليسار لا لا بالدرج 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 فوق يا عيال الاول 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 ظهرنا كوري ظهرنا كوري ما خبني يستعين بعيال الذين وش هذا وش هذا لك زاد 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 هيك ايش هذا هذا لك سكنك يزلك يزلك يا ظهرني الاخير ما يا انت الاخير الله يصلحكم الله يصلحكم يا جماعه شغل على الموضوع شغل على الموضوع انا الله يصلحكم الله يصلحكم يا جماعه ابعد يا كلب الله يصلحكم الله يهديكم يا اخوي من تحت السباحه انا اعرفكم يا ولد هذول شكل ما تموتوا تقدموني تاكوا يا ولد هنا شو نسوي يا عمري لا والله مو بالاول كمل ابغى تروح الثالث انا الثالث هذا جلتشات يسوون جلتشات يا عمري ابو خالد يا عمري يا عيال والله انا الاول يا عمري تكوى يا خالد تكوى يا خالد تكوى تكفون يا عيال احنا كلنا مستمرين يا سمك يا رب العزه سمك يا رب العزه سمك يا ابو خالد يا عمري وين طريقنا وين طريقنا عدل أمك الورد يا ابن الورد لا 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 صوت الغير لا تكفى 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 والله 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 مستوى كله انت الأول انت الأول يا عيال تكفون يا عيال بدون ضحك هذا فيها 150 ألف يورو يا عيال تكفون بخال دس دس وين أروح ما أدري وين تروح ما أدري وين تروح أقصى اليسار أقصى اليسار يلعن أم الضيق يلعن أم القهر كم بقالنا كم بقالنا معلش ترى اكثر من رود اكثر من رود قاعد تزيد قاعد تزيد بيقبعون الحين بيقبعون بيقبعون الله يا عيال تتركض انا حاولت اركض ما في يا عمري يا عمري ابو خالد انت الثالث انا الرابع ابو خالد انت الثالث انا الرابع اركض بسم الله يا عيال هي الركض ركض احنا اول تيم كثير احنا احنا متقدمين يب 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 لا 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 الا احنا الاول شوف احنا تيم 2 الاول احنا الاول شوف وين استيل روح ابو خالد روح الأفضل أبو خالد يا رجال مودي أقسم بالله إني آسف إني هاوشتك بالله سامحني تكفى أبو خالد تكفى أبو خالد يا الأول بنك 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 تكفى تكفى معلي حن الأول حن الأول حن الأول يا حبيبي كيف هذي ينطون عليها لا لا تكفى أبو خالد تكفى أبو خالد حن الأول أبو خالد حن الأول حن الأول أبو خالد تيم وين حن تيم وين هذي شلون يسوون لا والله الأول إياه إحنا مو الأول احنا كم هذه اخذها 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 خذ ابو خالد خذ 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 سريع اخذتها يا رجال اخذتها 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 فزنا بسرعه يا بسرعه بسرعه انا الاول انا الاول انا الاول تكفو ناصر ناصر ما تكفو خلاص خلاص على طول خلاص يمين بسرعه مدك يلا يا رب يا رب يا رب مدك تكفى اه انا مدك يا انا مدك لا عادي عادي وصل ناصر ترى هنا الحين من تمن ما قلت لك اكتب ناصر ناصر تسبقها بنجيبها ناصر تسبقها بنجيبها بعدها نقزات بعدها على طول فوز بعدها على طول فوز بعدها على طول فوز يا عمر لا 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 عليك لا بنتعادل المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني احنا المركز الثاني باقي احنا الثاني ما علي يا والله ما قصرت الثاني يا عيال يا عيال يلا 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 والله معي الثاني الماب الثاني يا جماعة عبارة عن تحدي اسمه بروب هانت صارت في كأس العالم مرة سووها الآن إعادة فكرتها ان في كل راوند راح يكون في فريق معاهم أسلحة والأفريق الباقية لازم يدخلون تحتهم يتحولون على أشياء والشخص اللي دخل حاجة كبيرة راح تحسب له نقاط أكثر ولازم ما ينتفونك ويقدر تدخل بدون ما يشوفونك I'm gonna leave and you can invite the last one who is Modi. Okay, okay. هو ليش انا يخليني اخر واحد اتعلق بفذنا ولا ايش؟ ما ادري عنك ما تدخل من اول. يا اخي اعطيني انفايت طيب انت تروح اعطيني انفايت. لا تغلط لا تغلط عليه قدام الناس. طقهم قدام 32 واحد فرنسي اوروبي ايطالي كلهم ما طقوا خبر بفوثهم طز فيها يلا من طق. هذا اللي يسمونه ام رقيه نويصل. يا عيال خرا عليكم احترموا الستريمر اللي موجودين عيب. طيب احنا محترمين ايش سوينا؟ انت قليل الحياه لازم اجي اربيك ورب الكعبه. لا 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 انا عيد تاهيلك من جديد والله ربي قدام الاجانب والله 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 قدام اللي بدي وردي هذا والله
والله لا انجلش بليز جايز بليز ار يو ريدي اور نوت قال بعد البث انا جايك اصلا انزل تحت يا المحروق ثالثه لكن بعد ديفايس يقلي للحيره علي الحرام انك ما تحترم الموجودين يا مودي ستريمر كله موجودين تشولف كان مقلط كوبيتك يا اخي عيب يسولف ويطقطق ويتكلم عن علان علان يا اخي قلي الحيره ما تربيت اربيك تبي يا خلاص خلاص يلا منك يلا تبتو تبتو شباب شباب عليك وعلى اذنك يا المعفن الله اللي يقلي الادب شباب شباب مسوي في امه مسوي في امه يكلم الكل خوي خوي الاسبان خوي الفرنسيين يا اخي خليك ببثك سوي ميوت تتكلم يا اخي يا اخي ضغطني يا عيال ورب الكعبة انك هري ما يسكت ما يسكت بني الحياة والله انك يبغى لك تربية والله العظيم انك ما تربيت زين انا اقول اربع يجلسون بالنص اللي ضدهم يتحولون على العاب وكراسي ولازم ما يشوفونهم يدخلون تحتهم ثلاث ايام يزبنون ايوه يا ابو كل مره يزيد تيم يطلق عليهم لازم نزبن اوكي احنا نتحول اوكي تحول لاي شيء انا ما ادري ايش تحول صراحه وش دير الشيء ناصر لا تركز بالشات ركز هنا تكفى بحاول ان شاء الله السلام عليكم معكم صندوق انا صندوق يا جماعه اوه العيال هنا وينهم انا ما لحقت ادخل ما بالله معطيني هيك اوه توهم ينفتحون تعالوا عندي لا ما تزبي مودي لازم نخش تحتهم يا عيال تكفون ركزوا كل ما يتقفل يتقدم يا عيال سريع تعالوا عندي اوكي بيتقفل الان مش عارف يشوفك بيتقفل الان ركضوا اسابلا اركض احمد اركض يس دخلت متى وش اللي تحول الماوس ايش اسمه هذا ليفت كليك بالمسدس حقك اوكي الماوس يلا يا عيال استراتيجياتنا قويه تدري وش هي يا عيال قربوا من عندهم بعدين تحولوا يلا يلا يا يلا فهمت عليك هذا كيف جاي تقفل بخش انا دخلت انا دخلت يا عيال لازم نجيب اقول قاط الو اقول قاط لا انا اقول قاط هدوا دخلت الله اكبر الله يعزك الله يا عيال في تيم في الاول يا تيم خذ بجيب التعادل انا بجيب التعادل انا تيم 2 معلي عرفنا لها يا عيال عرفنا لها يا جماعه احنا الاول يا عمري ناصر تكفى يا ناصر اركض ادخل اسمعوني ناخذ شيء صغير الين قبل ما نوصل ناخذ شيء كبير لا تاخذ ولا شيء ناصر لا تاخذ ولا شيء اركض بجسمك العادي بعدين حول فهمت حول عندهم فهمت حول اي شيء كبير حول اوكي يا عيال ركزوا معي اذا نزلتوا من تحت في فتحات 10 بوينت 5 بوينت ادخلوا بال10 بوينت تمام اوه اي والله الاشياء الكبيره تعطيك كثير والله ركضوا عليهم يا عيال ركضوا الويل يا عيال والله نهائي ما وقف العشره انا دخلت بدخل عشرة صرنا 20 يا عيال خذوا الطوال صرنا 20 كنا 9 تكفون يا عيال سووا زي حركة تحولون لقريب يا عيال تكفون يا عيال اسمعوا كلامي تقدموا ثم اذا قربتوا تعالوا خشوا جيتي كلهم سبايك خليكم طلعوا كم عطيتكم شوفوا يا عمري والله كفو كمل ايوه هذا اللي قاعدين نسويه يا عيال الناس قاعدة تمشي عندهم تحت ما يمديهم يقتلون تتحول اللي تبي الو دخلت لكم عشرة دخلت لكم عشرة خلاص ستين يا عمري اطلعوا طبيعي لا حد يتحول مثلك اسمعني مودي اسمعني اطلعوا طبيعي لا حد يتحول اقعدوا قربوا اسمع اقعدوا قربوا لين ما توصلون عند المروحة الكبيرة اذا وصلتوا عندها تحولوا عليها اي خذوها وادخلوا بعدها على طول يا عمري يا بوشا دخلتها كفو مودي يا رجال تدرون guys it is forbidden to work in the arena as human ها تقول ذا it is forbidden to work in the zone as a human you have to be a prop يعني لازم نتحول من قبلها يا عيال اوكي ضبطنا شكرا خذينا عادي احنا بنلعب بالمخ احنا المخ ما قال ايوه هذا العاب كيف هذا شكوك سبونج ما شاء الله عليه كيف قدر يسوي هذا كل حاله بالضبط انا بدخل من عشره
لا اخذت بون بوينت انا. اقدر ما اقدر ما اقدر. نعمة. انا خشف على الناس. الحمد لله. ايزي على الله يا عمري. Hello guys, admin here. Please, guys, just so you know, your admin will give you a sanction for not following the rule on this map. I'm very sad that you are not respecting the basic rule of not entering the arena without a prop. So, just so you know, everyone did that. Everyone did that. I saw other teams doing that, so I thought it was okay to do it. Yes. No. Sorry to say, but no. That's it's written. In red, in every door, you were not supposed but to enter everybody, the arena. But everybody without. Do it. When we were hunters, we saw people coming running like normal people. Yes. So I thought it was okay. Yes. I didn't read that. You guys didn't say anything about it. And I saw people doing that, so I said, oh, it's okay. We did say it was in the briefing and it's written in red in each door and it's written in the rules. So yeah, but everybody do it. And you told us the last round what we can do in the last round. And all the game do like us. You can check if you want. The only report I have at the moment is this. If you have a replay, I'd be happy to watch it. Yes, okay. Yes. Send me a replay from the creative and I will watch it, okay? Okay. يقول ورني الريبلاي. أنا بروح أوري الريبلاي حتى أنا إذا السالفة كذا. ميثيك. خليه يجي وينه. ميثيك روح نادى وقول له تعال تحت. أنا مضيق يا عيال فوكس خلاص ما عليكم. لا 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 إذا بيخصم مننا يخصم منهم كلهم. احنا ما ندري ولا قال لنا شيء ترى. والله صدق أو يعيدها كاملة. يرواتنا. حرام على اخر جيم يعلمنا بهذا الشيء. مدري طارق يقول انه شافه يوم كان هو سنايبر. ان شاء الله انه يعني ان شاء الله عنده دليل باذن الله. انا شفت وانا اتحول في ناس وانا اتحول كانوا يركضون. هذا مودي ولا انت ولا الناس؟ مودي ما كان معنا بالتيم. مودي نفس كنا الله يعافيك. ما كان معنا بالتيم ما كان معنا بالتيم. انا بروح ريبلاي. Chris, do you think we need to check this while the map freeze going? Yeah, while you guys are playing. Is someone able to send on the chat channel the replay from creative if you have it enabled so we can check it, because obviously you know we cannot be in the game, so if someone can send us the replay from the game directly in chat helps us a lot. I can send I can do it. Okay, so guys, the next map is going to be as I said earlier in Middle East, so when you join the group you can set ready. We will decide if we take sanction or not. More easy. مثلك تعال تحت مثلك شوي يا عيال طرحته بيتزا تويتش تخلي على تلتد بيتزا تويتش طرحته يا عيال والله اي والله في ناس قاعدين يبشوا يا عمري خلاص مثلك ترسل الجيم كامل انت ولا ايش حلو يب خلاص ورا وفي واحد اسمه بيتزا تويتش هذا قاعد يغش بته ليف كريتيف يا عيال ليف يقلدونه اخ يا مع انها عاديه يا عيال ما فيها شيء لا عاديه غير كذا ما علمونا غير كذا احنا الاول الان في كل المراحل الان نقاطنا بس هذه تغنينا عن الكل يا عيال خلاص الله قهر خلاص نقاط الجيم هذا ما تنحسب على الجيم اللي راحت الا يقبل شيء يجمع الاثنين كل شيء يجمع ناصر صار سمعت انا كيك ومدري ايش انا ايش صار هي الماب الثاني قالوا انه ما راح يسوي لنا كيك من البطوله بس يعني ما مستحيل هذا الشيء يسوونه وقالوا النقاط يمكن تنحسب وش اسمه يقولون انه يعني بيقرن اخر بطوله اخر شيء اها يعني على حسب مركزنا اذا احنا الاول ما في امل ياب هذا اللي ما ادري طيب صرت لهم ثلاثه لا مو بدليل واحد بالله لا يلا مثل ندخل جيم والله انك بطالي مثلك ارسلت لهم كم دليل ثلاثه راسلهم يعني وضحت لهم ان هذا غش هنا وهنا مو تيم واحد يا عمري وريتهم قلت لهم عمري يعني في تيمين غيرنا صح ترى واحد قال بالفرنسي خلونا نعترض على نقاط الفريق الثاني ركزوا وعوضوا النقاط اعلام صح نحمي الاعلام اتوقع كابتشر بلاك انا توي اجي الان ابي اقول لك كلام ازهلني سمي يا عيال كل ضدنا الان هدفهم يطيحون نقاطنا الجيم هذا بنسوي لهم دور ايش كذا ايوه الفقعه زي ما شفتوا يا جماعه اللي صار في الماب الثاني ان اللي ضدنا اعترضوا قالوا كيف هذول وصلوا لذي النقاط اكيد انهم يغشون وراحوا بلغوا الادمن على ان احنا قاعدين نسوي اشياء ما هي بالقوانين مع ان ما حد قال ان هذا الشيء ممنوع فاللجنة اعترضت على نقاطنا وقالوا ان راح نعلمكم بالنتيجة في نهاية البطولة والان راح نلعب الماب الثالث وراح يكون على سيرفر ميدل ايست راح يلعبون عندنا كلهم بالسيرفر حقنا فكرة الماب تاخذ العلم وتهرب قدر المستطاع كل ما العلم كان معك كل ما جمعت نقاط اكثر وحاب اذكرك عزيزي المشاهد المسليات والمفرحات لازم تجيبها لان الان بيبدأ الاكشن وقف المقطع
تأكد انك حاط اللايك ومشترك. لا تنسى S6B. شاهدة ممتعة واترككم مع الباقي مجريات الجيم. ما يمديكم تقتلون الا الناس اللي ماسكين العلم، بس اللي ماسكين العلم، وانتم اذا ماسكين العلم اجمعون قاعد جمعون قاعد جمعون جمعون جمعون، فخلكم بس ماسكين الاعلام واصبروا كذا. لعبتنا بكود. شوي شو نسوي؟ انا قلت لك شوف واحد تحت مارك عليه. يلا يلا عليه عليه عليه. ما عندنا مارك. انا اول واحد، انا اول واحد. يلا جرب 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 ارجع له 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 ما عندي نضرب ما عندي نضرب روح مدك روح 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 مدك يا رجال ما يقدرون يذبحون اللي يسوون عليك دايره ما يقدرون يدمجونك يا بي يا بي امشي امشي مدك كثير فاضي هذه عمري مدك كثير فاضي مدك كثير فاضي اللي بالارض ترى عندك كثير فيها طير 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 ابو ابو طير 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 بالهواء طير بالهواء طير بالهواء مدك اوكي موت 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 مدك تعال موت عندي مدك تعال موت عندي مدك تعال موت عندي موت عندي ها هذا انا يا عمي قاب 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 معهم بوس معهم بوس معلي 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 انا بعد معي بوس رميها طير 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 روح ناصر ناصر قعد طير فوق قعد طير فوق قعد طير فوق قعد طير كذا قعد طير كذا ناصر ها ايوه سلني 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 جربهم 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 انا قاعد اطير افقع ناصر افقع عليك معك ناصر معك معك علم ثاني معك علم ثاني انت يا عمري مو مع علم العلم كلها معنا العلم كلها معنا تعالوا في علم فوق تعالوا في علم فوق ازلوني معلي معلي بوس واحد ثاني بوس واحد ثاني ضربته 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 ابو خالد ابو خالد ابو خالد نحاش 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 كمل كمل ارتدي لا توقف ما حد اخذ العلم حقي الى الان خلي يا عمري اذا بتموت موت عندي ابو خالد اذا بتموت انا وراك على طول تعال بعيد عنك تعال بعيد عنك ها قاعد سمع كم هيلك كم هيلك هيلك سكين بس الى الان زبن 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 واحد شابري ما يقدر يجون رجال ما يقدر يجون هنا طير 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 ايوه معي 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 حق السحب معي حق السحب اعطوني واحد ما علم وينه من العلم علم معنا العلم وينه هذا علم هذا علم يفوز هذا العلم ايه انا ما اضغط مربع عليه ولا اخليه يا عيال قاعد العب معاه هبشه فزت عليه اضغط مربع عليه مدك ولا اخليه روح 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 يا عمري قرقر قرقر اسحبوني اسحبوني روح 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 يا عيال يا عيال اعطوني صوت عطوني صوت انا زاب المحل شوف طيب معي العلم طيب تروح مدك احنا نول احنا نول فرق كبير مره روح روح يا عمري الله اكبر رب البيت انه زاب المحل يشوفني مدك روح مدك روح الحمد لله هيلر فين تعبوني تعبوني علم 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 تعبوني 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 يا عمري يا مدك يا لعيب يا اخي الله يهنيك يا عمري مدك كم كم عرض مربع اخذه ولا لا ابو شايع شفني ابو شايع وينك ابو شايع شفني يمينك فوق يا عمري اصبر 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 خليك زابل خليك زابل خليك زابل زابل جفونها وين زابل اصبر اصبر مدك صعليك يا جيم يا جيم يا عمري يا عيال مدك مدك اضغط مربع ولا لا خليه اصبر اصبر شافني 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 عديم عديم العين وين راح العلم حقي يا عيال ياخذ العلم ايش ابقى 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 رجعت لمحلي ابقى ناصر يا عيال يا عمري 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 ترى احنا بمدريس احنا بمدريس عيال رجال 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 العلم مين العلم مين العلم مين العلم اقسم بالله مرجله كل علم من مرجله على سير ضربه شو سوينا تويتر تويتر يا عيال تويتر سنين يا عيال ركزوا معي صوت صوت ميدل ايست احنا نسويكم باخذه العلم كلنا ركز كلنا يب 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 ضروري مره وين العلم عيال يلا هذا 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 عندي عندي ترى ميدل ايست ها تذكر ترى ميدل ايست قدام الرجال ضربته بيرجع بيرجع مره ثانيه 10 لا شو ما طقيت يا اخي
ما يعلم اسمع اه ذبحت بس خذ العلم الثاني انا زابن مع العلم ها يا اخي ابغى العلم الثاني حق اللي ذولي 500 انا زابن الزبل الجامد عيال طلعوني ما حد عندي عمري انا وراك على طول خليهم يسحبوني بدالك نجي يا ويلي الحشره سحبوني عليكم انا ما يعلم ما حد عندي خذ انا للحين ما يعلم يا رب وينه اللي خذه وينه مات خذه ومات هذا علم يعني حد فيكم ما علم لا انا لا اجرب اوقف هذا علم عشان ما تكون فوق ينحرف حد فيكم ما علم لا علم وين العلم يزيد حد لو وقف يزيد يب معلك خذوا علم انا معي علم قاعد ازيدكم لا يدو هذا الثاني خذوا علم فوز يعني هذا الجيم الاخير الجيم اللي تحت قرب يقرب علمكم يعني ايزي بنك ايزي بنك جيجي ليتس جو يا عيال يا ربنا حسبت لنا الجيم اللي قبل يا جماعه يا رب دو فينيش ناو اور ستيل ذيس جيم اي ويل اكسبلين ات اوكي لو هلو هلو ترى الحين بنتكلم عن النار جي خلنا نسمع مودي خلنا نسمع كان مالهم حتى مربط علينا تدري والله اللي يمكن يخصمون خلنا نسمع الحين بيتباقسون بالفرنسي الو يا يا اون كوريون شيتا باي زوي اون بوفي با توشي الميك على بيوش ايتي دان ان اندرو سبيسيال اي اون بوفي با التوش اون بوفي با التوش واش شي با سور Si vous pouvez m'envoyer le replay ainsi que chat général, j'ai screen et j'ai une vidéo. Et c'est encore les mêmes, hein. Genre, il était là et genre quand on était à la pioche, on pouvait pas le touch pendant au moins une minute trente du coup en fait. C'est quoi ils sont à des endroits où vous pouvez pas les attendre. On peut pas les toucher à la pioche. Ouais. Moi vraiment, je vais être honnête avec vous, je trouve ça vraiment dommage de faire ça dans un event Fortnite, c'est vraiment pas fun quoi. On verra ça. Donc c'est noté, si vous pouvez m'envoyer le replay quand vous pouvez, y a pas de souci. So guys, about the map Propant, as too many players and teams cheated on this map, we decided to remake it. Okay. So what we will do, another round on it. So you will do all the rounds on Propant. The last game you did on it will not count. Okay. Okay. But if you decide to cheat on the remake, you will get 0 points for your team. That's simple. Okay. If you see you are cheating, if one player is only cheating, your team will get 0 points. Okay, that's simple. Okay. So now, we are going to invite you for the last map, and we are gonna remake the map to just the after. Server. Okay. And for the remake, we do 3 rounds, for 4. Can we go on Europe? Because we're not cheating. A little bonus. We will play on the same server. We play on the same server. This is Asia, so we stay on Asia for the map too, okay? So let me just... عيال بيصير إعادة في الماب هذا. For the last map, this is on Oceania server. So I'm starting to invite you. صار كالآت. سبب أن الكل كان يغش في الجيم هذاك مو بإحنا بس. يسوون ريماتش مرة ثانية من 4 راوندات. نفس اللي صار قبل شوي. طيب الجيم الطرق اللي لعبناه قبل شوي ما في شيء صح؟ ما في إلا العافية. لا ما في إلا العافية. يعني ممتازة 2500 يورو. English please. عربنا اليخت شباب. In English please. My English is bad, sorry. You will play on Oceanian server. Each team will have to complete the death run as fast as they can. You could get coins through the race and you will gain points according to your final position. There are 2 rounds of 10 minutes. 10 minutes, 2 rounds, okay? باركور يا عيال انت كنت انفيتي جون فيس شوف البين كان جست ابل 200 باركور 100 بينج 200 يا عيال قول مثيك بيسوون شاتي يقول ان يحشون فينا الفرنسيين ما ادري عاد في فرنسيين بشاتي يترجم لهم مو مشكله طيب الان ديث رن يا عيال سباق يا عيال يا عيال ركزوا معاي اللعب على بينج مرتفع الان 200 يعني النقزه تحسب لها 1000 حساب الامبلونس تحسب لها 1000 حساب لازم نجمع كوينز اتوقع في تجميع كوينز ماني متاكد هل فهمتوا ولا نسال اذا ما فهمتوا يا ويلي يلا محاولين طارق بالنسبه للماب هذاك اللي يقول بينعاد ما ادري ايش بيصير قال ان الماب الثاني ذاك الحق هذا بينعاد واللي بيغش يعني غيره يعني غير في ماب بعد هذا الحمد لله
يا رب ادري كويس بعدين الماب الثاني اللي فزنا فيه يا احمد يب 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 يلا يا جماعه كني قد لعبت هذا كني قد لعبت يلا يلا تكفى ناصر ركز ها عليك خذ الكوينز خذ الكوينز يلا بعض لا تضايقون بعض لا تضايقون بعض انا فوق انا فوق انا فوق يا عيال انا الاول في عمري كمل 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 لاق لاق في لاق في لاق يا مثل انا ترى من الحين الاول يا عيال انا الاول انا الاول يا عمري يا ابو خالد الله الله يرزقك الذريه الصالحه والزوجه الصالحه انا بعدنا الثاني الله يرزقكم كلكم اصدقائي كملوا 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 روحه انا وين اذا طحت تكمل من هنا كمل من عندي بس الكوينز الكوينز اللي فوق لازم ناخذ الكوينز كله يا عيال خليته 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 انا متقدم انا متقدم خليته ما عليكم يا ويلي النقزه النقزه تلقلق اوه احنا تيم نمبر 2 ما عليه ما عليه طارق تكفى انا كل ثقه فيك في المباراه لازم كلنا نوصل لازم كلنا نوصل يب يب انا طارق وراك بالضبط وانا اخوك وراك كمل كمل انت ترى النقطه فيها شوي يعني قلت النقطه فيها فيها تفله لازم كلنا نوصل يب 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 ما عليه رجع رمضان رمضان يرجع الله يقطع عليك احنا الاول احنا الاول احنا الاول روحوا 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 اسال المولى انه انا انه ييسر لكم اسال المولى اللهم اني اللهم يا عيال شوفوا البنك حقي 230 انا 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 والله اذا اخذت الكوينز اخذها معك لا 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 يكفي واحد ياخذها بس لا لا لازم كلنا ترى والله كلنا ايوه 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 خذوا خذوا الكوينز خذوا الكوينز خذوا الكوينز تعلمنا تنقز 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 ها تنقز البدايه وتنقز في النهايه على النزله تنقز يا بصادق صادق 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 انا ما ادري ايش قاعد يصير معي قشات غريبه هي هنا الاول ها يا عمري يا ابو شاير تكفون يا رجال تكفون يا رجال يا عيال انا وراكم بالضبط لاصق فيكم هذا ايش تسوي احمد يكون جات فوت انزل انزل درب 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 ما عليك ما عليك ما فوت شيء ما فوت ان شاء الله تبغى تفوت واحده يعني من يا اخي يا عيال عادي 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 صوت صوت كلنا معك يا عيال تكفون 150 الف يورو بكره بطولتنا يا ابو شايع العرق وبعدها وش يصير اغنيه بعد ركز 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 يلا 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 على الاول احمد في 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 كوينز قربوا من عندنا قربوا بس كمل 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 قرب خلوا الاندرلين الاندرلين الجسم احنا الاول عزز البعض خلاص مدك نقصت هنا انت ما ادري اسوي كذا بس مودي مودي تكفى دس احنا احنا شو كم يعني معهم 154 في واحد وصل فيهم هذا اخر اخذته انا عندي 252 كفو 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 احنا احنا الاول ما اخذت الكوين لعبوا 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 يا عيال الا لا اخذت ابو خالد هد اقعد هد كل شوي هد اقعد هد اقعد هد كل شوي اخر واحده شد فيها هد هد وانقز هد وانقز هد وانقز يلا 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 لا احمد احمد في ترى بونسر تعال يلا في بونسر هنا ايزي 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 اي بس طيب خلاص بس يلا كمل يا عمري يا عمري احنا اول ثلاثة احنا اول ثلاثة باقي مودي مودي كمل مودي يا عيال يا عيال صوت 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 يا عمري مودي تكفى مودي تكفى يا ابو خالد ابو خالد ابو خالد يا عمري يا مرجلة في باقي انقز انقز عادي انقز عادي انقز عادي بونصر 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 انقز عادي انقز عادي انقز عادي يا عيال اليوم تيس فوزنا والله انه تيس يا رب يا رب والله يا رب تيس رب الكعبه انه قعود والله رب الكعبه والله انه تيس ونعم الله فيكم كلكم يا اخويا يا ربعي محازمي وسلاحي يا عمري يا عيال والله رجال مودي كمل كمل روحوا احنا كلنا متقدمين ليتس جو فزنا خلاص يا عمري يا عيال ليتس جو والله يزي والله يلا يا رجال يلا يا رجال يا رجال العرب يلا يا عيال ركزوا معاي جيمين جيمين جبنا الاول يا عيال جيمين جبنا الاول اللي يقدر يعلمنا من اللي فاز بالجيم الاول التيم تيم اللي فاز بالجيم الاول في السباحه علمونا الجيم الاول الجيم الاول يا جماعه تيم ثلاثه هم اللي كانوا جايبين الاول الان تيم ثلاثه هم الاخير ليتس جو يا عمري نلعب الجيم الاخير مره مرتاحين منظر ما ادري ايش جاني ما ادري والله والله نتكلم جد يلا يلا باقي راوند يا علي يا عمري فيكتوري فيكتوري
planning the group as well. Very laggy, very... We're aware of that, you bastards, we know. يلا لاقي يلا لعبنا موسم كامل لاق. But it's okay. Oh. Okay, guys. يلا بس يلا. لعبنا سبع مواسم بينج 80. Just about the map 3 proof about people sent me. يضبطهم. What I see on the proof I have is someone who cannot be touched by pickaxe and couldn't be killed. Okay, so what do we do about it? Is because it's something that you actually you are using a glitch. Okay, so who's using the glitch? What I see on the proof is Power Shong, who during the round 2 was in a situation where he couldn't be hit by an enemy while he was holding the flag. Okay? In flag maps? No. Yes. No, he didn't do any glitch. I sent the video on the chat. You see, yes, I sent the video. We cannot pickaxe him. You can, but you could have just shockwave me away. I got there. Why can't you got the? We're doing the fact. I have zero weapon. At the start, when we got no weapon, we cannot touch you with the pickaxe. It's impossible. Okay, so please quiet. Light, can you listen to me? Look at the clip. Go to second 5, okay? To the second 5. You see where I'm standing? He can stand right next to me and axe me, but he didn't go down. It's not my fault. It's not my problem. He's the one standing up there. He could have gotten down and then pickaxe me. He didn't do that. I'm just smarter. That's not my problem. And in the rules, it says get the flag and gain points. Not get the flag, run and gain points. No, I can just stand still and hide and get points. There's no rule saying you can't do that. It's not hiding. You're cheating. Where is the How cheating? Is cheating? Oh you can God. You can go. You can drop it's down. It's a glitch. Look, I'm standing. I'm standing on it, you can stand on it and pickaxe me. I don't know how you don't see it. يا عيال هذول صيحات مستحيل. اقسم بالله بكايات. ليه يبكون؟ ليه؟ وين خوينا اسلام؟ لا يصير يا حبيبي واي. يا عيال بس اذا قال جلتش يضحكوا بس. So the decision was made with the administrator who saw the proofs. So what we will do is we are gonna remake the map to Propant. About this, for us this is not normal. To be in a situation like this. So what we are gonna do is gonna take all the score of Team Middle East about map 3. And we are gonna do a reduce of 25%. ما يبغون يفوزون يا جماعة. يلا ما يبغون يفوزون. Okay. We don't want any discussion about it. This is the decision okay, of the organizer. Okay, if I get you proof that he can pickaxe me from there, can you count my score? I have a proof. I was hiding like that, and there's some other guy. He could have damaged. Send it, Mythic. خلاه يرسل. I have proof. Let him send it. Like, let him send it. Excuse, I didn't cheat. You can jump. Like. يا عيال. تبون نطلع من البطولة؟ لا 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 يا جماعة. يا إسلام ما تكلم ترى الوضع مستحيل كذا. جيمين كاملة تنعاد. القريبين مننا هو اللي يعترض. مودي هدي. لا يا حبيبي يا أخي. مودي مو بالصياح عشان ما يروح. روق. So please, we are gonna remake the map 2. We are gonna remake map 3. Okay. So. What we're gonna do is you're gonna join my group, okay? If you have proof to prove that it is not a glitch, we're gonna take it in consideration, okay? But our final decision won't be negotiated, okay? Cannot be negotiated. هم يعترضون على اي شيء واعتراضهم ترى مسموع ها اقسم بالله يا عيال قهر يعني. والله العظيم اني مقهور مره تعال تحت اسلام تكلم معاهم لازم تشوف لنا حل مستحيل السالفه هذه شفت المدريس ومثك لازم توري المقطع حق اليوم ضربك واحد باكس قاعد احاول مش طبيعي باي ذا واي جايز ايش اسلام تسمعني معك شونج بص شونج ايه ده بس انا لسه عفوا بتكلم معاهم دلوقتي على شات الادمنز وبفهم منهم انا بفهم هذا اللي يتكلم نفسه هو ايش هل هو من ايبك جيم دي الشركه اللي بتعمل معانا المودريشن يا سلام طيب اسلام مستحيل بالمنطق وبالعقل ان في جليتش صار عشان مثك بس كان زابن قبل شوي مثك جاه دمج باكس لكن عشان بينقهم مرتفع واحنا على الميدل ايست بلعبتنا قالوا لا جلتش
مستحيل تمشي سالفة ان في جلتش. ميثيك يقدر يوريهم الريبلاي وانه انضرب جهة مارك. انا عايز الريبلاي ده، يا ريت يبعته مسك اسرع وقت. الان بكلمه خليه يرسل. خليه ميثيك اوكي. ميثيك انزل تحت عند السلام، تعال بسرعه. ميثيك بيرسل لك الريبلاي. ثاني اعتراض، الاول قالوا بيعيدون الجيم، الان الاعلام بعد ما خلصنا هذا وصلنا الاول رجعوا للماب اللي قبل الاعلام. معلش ودي ان شاء الله باذن الله يتحل الموضوع. لا المشكله تدري ايش يا اسلام، بعد كل جيم يتعذرون بالجيم. بعد كل جيم نفوز فيه يرجع للجيم اللي قبله. يا ساتر ليش تكلم الان؟ هنا القهر يوم خلص الجيم وفزنا بجيمين ورا بعض قالوا لا ما يفوزون. مدريست شوف ما يفوزون. حتى الجيم الاخير تعذر فيه قال اوه بنج مرتفع، قلت له حتى احنا بنجنا 200 وش نسوي؟ يعني واضح انك قاعد تتعذر في كل شيء يا اسلام. والله العظيم لا والله مش طبيعي بالله، مره ما ينفع. You see where I'm standing? You can send me every proof you want. ارسل الاسلام. I will see this later during your round. اسلام يبغاه يا ميثيك ها؟ ترى هذا ما هذا ما له دخل بالجيم، هذا فقط ينظر. بقول له عشان يفهم لانه ما قاعد يفهمه. لايت Okay, when you see it later, you can see that I'm standing on something that he can also stand at. Like, it's like saying I'm standing on the floor and he can't pickaxe me. He can come to me and pickaxe me. Same thing there, I'm standing on something, he can stand on that too and then pickaxe me. I got pickaxed once, someone threw a boogie bomb on me. You can always reach to me and I ran away when he reached to me. So there's nothing saying, oh, I can't reach you. You can just drop down like I was standing on something, like you can stand on it. There okay, is two places. I can hear there what you say. For two people. So don't say to me like, if he is not smart, it's not my problem. I'm standing on something, I'm being smart. If he is not smart, he can't reach to me, he can't hit me, it's not my problem. I'm standing on something that he can also stand at and damage me. So it's not my fault. We are taking what you say in consideration in our final decision. So don't worry. قهر يا عيال والله تعرفون شعور الظلم. الله لا يجعلكم تذوقون شعور الظلم. ذقت شوي على اللعبة. أوه لو إن بالحقيقة يا عيال تخيل شعور الظلم بالحقيقة على جريمة okay. وشي وبنكسر عينهم وبنجيب الجيم هذا بعد المركز الأول بنخضعهم تخضيع. بيقول يبكي خلي أنا أبغى يبكي. تنتهي البطولة أضمن أبغى أضمن إني أنا شونج إكس بونج باور المركز الأول بتحول لهم. So as you are all here. So, little reminder, this is the map 2. It is propened on Asian server. This is the same server as the first time you played it. يا عيال يا عيال اقول لكم معلومه احنا فازين. الحين ركزوا بس ركزوا. ابى اقول لكم بس بعطيكم حاجه بس بتفيدكم يا عيال. احنا ما نبي نستعجل، ناخذ شيء كبير وما نتحرك الا اذا قفل. بنجيب 40 كل جيم. 40 نقطه كل جيم يا عيال، حاجه كبيره والعب على المضمون مره. مرة ترى مو بشرط اكبر شيء، عاد تاخذ حاجة بس انها تدفك يسار. يلا يلا يا تركيز تركيز تركيز، احنا هروب ها. تكفون يا رجال تكفون. كسرت عين ثلاثة قيام يعيدونها ونجيبها يعيدونها ونجيبها. كسرت عين نعلمهم على اللفظات. يلا ايوه تكفون ايوه يلا يلا. شوف ذولي ضايعين ما يطلعون. يا الهداوة هداوة هداوة، امشوا حبة حبة. قفل بسرعة. تكفى شوفه تكفى قدام عيونك ما شافه. انا بجيب انا بدخلت انا دخلت انا دخلت دخلت كبير دخلت كبير ها الحين. ياب 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 اوكي انا بجيب بس وحدات اوكي لاني مره كويس فيها وقاعد اسويها بسرعه. بدخل بس واحد. ما مدري ادخل 10 بدخل 5 خلاص ما ينفع بدخل 10 بدخل 10 بعد احنا الاول احنا الاول بدخل 10 عيال ها يا عمري ناس. دخلت 10 دخلت 10 ابشر روبي ابشر روبي. يلا تقفلت تكلموا ها تقفلت تقفلت معك انا وراك احمد على طول ها قفلت وقف احسبوا كم ثانيه ها يا عيال واحد دخل صغير يا عيال تقدموا علينا معلي 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 بندخل 10 بندخل 10 الحين انا بلعب 10 انا بدخل 10 خلاص تحركوا طب وقف ناصر يا اخي يلا يلا اخذ المسافين مستحيل كل شيء كبير ما شافونا ما شافونا ما شافونا يا رب العباد يا رب العباد يا عمي قول لي بس يقفل اوكي يا عمي يا رب عمي يا رب يلا 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 قفل قفل
لا سمعت الغرفة. بسرعة بندخل عشرتين بندخل امشي. اه نشبت. لا حرام عليك ناصر. دخلتها. لا حرام عليك ناصر. حرام عليك. والله حتى انا سلكتها. والله قاعد اتمشى بس. احنا معليه احنا الثاني. احنا الثاني. احنا الكوريين. الكوريين تيم اربعه ما سوى شيء. تيم اربعه ما سوى شيء. معليه 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 معليه. اهدى اهدى اهدى. ناصر تو قبل شوي انا وياك صقعنا ببعض. هذه غلطتنا الوحيده ولا كان الحين احنا 45. اخ مت مت. يلا يلا في درجولك في درجولك في درجولك في خلصات. معليه معليه. ذبان عندي. نفس الجيم اللي قبل سنايبر ثاني راند في سنايبر. يلا يا عيال ما يجيبون ما يدخلون كبار نجربعهم تكفون. جيتي ما اشوف فيها شيء. من وين يجون يا عيال؟ اه لقيت واحد لقيت واحد لقيت واحد واحد صغير كبار انت مو منهم. ها جيتي ما في احد يا عيال. جيتي ما في احد. تعال عدتني. طيب من هنا اربعه واحد دخل كبير. ما تقدم ما بدا ترى بس انت من الاول. تيم الرابع افتح يعني. افتح يا عمري يا رجال يا عمري. اه يلا يا عيال يا عيال اسمعوني اسمعوني. طيب اسمعوني 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 ضروري اسمعوني. مودي صغير. مودي وطارق تاخذون صغير اوكي. لا 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 شوف 40 بس لو ندخل اربع كبار راوند واحد جبنا 80. لا كلنا كبار وما ندخل راوند واحد نتحرك بشويش مره. ما كلنا مضبوطين. انا يا عيال امشي بشوي شوي مره. عندك اربع دقائق دخل لي واحده كبيره. هذا اللي اطلبه منك. لا لا الله يكرمك بطل. قفل 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 قفل. ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه شافني. هدو 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 تركيز. يلا وقفوا. يلا وقفوا. يلا 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 وقفوا. ها وقفوا تستعجلون. وقفوا قربنا مرة. وقفوا واحد بيدخل عشرة. ها يرحم أهلك. الحمد لله. هذا معرق ذا. هذا معرق من الذين. يا رب العباد. يا ربي بالغلط يا عيال. جبت العشرة. جبت العشرة. حلو حلو. أنا بحاول أجيب عشرة إن شاء الله. أنا جبتها بعدها. يا عمري مودي. مودي جبتها. جبتها 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 جبتها. جبت. أنا قريب قريب لهم. يا رب العباد. يا رب العباد. إذا تقفل برضه علموني. ها. تقفل تقفل تقفل. قفل. ممكن أفتح مرة ثانية بسرعة. كين تبغى. هذا هذا ثاني ثاني مره ثاني مره يسدني عشوائيا. ثاني مره يسدني عشوائيا. ابغى ابعد من جهته يا عم قروشني مره ابن الذين. هذا شوف كيف يطلق على عن شكله. اي هذاك بيسدني بالغلط. شوف بيسدني بالغلط. لازم لازم ادخل دي. لازم يا يعني بدخل هذه. لازم ادخلها. لازم هذا هذا بيدخل واحده كبيره قدامي. يتحصل على الحين. جابه جابه جاب كبيره الكلب. الله ياخذ طول. أنا مدخل مدري اللي عندي خمسة. ما راح أوقف بعدها. ما راح أوقف ركب. ما راح أوقف ركب. يلعن إيمك. الله يلعن إيمك يا اسم إيش. حنا فايزين ما بين. يا عيال الحين تيم أربعة بيصيرون قتلة. المعرقين الآن تيم أربعة اللي هم ما صاروا ولا مرة بيصيرون. فرصتنا نشد. بس بتفت ما صار. في واحد كبير دخل. في واحد كبير دخل. ناصر ادخل. ناصر ادخل. أنا دخلت. أنا دخلت. أنا دخلت. 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 سني. متك دخلت؟ لا والله هين 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 هين. تيم أربعة هو اللي دخل عشرة. إحنا واحد. إحنا كم؟ إحنا 50. يا رب يا سلام يا سلام يا سلام. يا عمري يا طارق. جنبي بالضبط. جبت العشرة زبدة. يلا دخلوا الصغار. أنتوا اركضوا بس الصغار يا عيال. دقيقتين عليكم الصغار. أنا كبار علي. بدقيقتين بإذن الله بدخل اثنين إن شاء الله. يا عيال أنا 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 علي الكبير الحين. بعرك فيها بعرك فيها. دخلت خمسة. ها؟ دخلت خمسة. دخلت خمسة. سعد أمك أبو سايع. يا عيال بجمعكم. لا لا بكمل كبير. بكمل كبير. كمل كبير. قولوا بس يقفل. ادري قولوا بس يقفل. دخلت خمسة مرة. احنا الاول. احنا الاول. احنا الاول. احنا الاول. وقف وقف. لا انت دخلت. مدري كم هذي. دخلت. احنا الاول. احنا الاول. احنا الاول. مودي دخلت. مودي دخلت. الاول. اصبر 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 اصبر. دخلت عشرة. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري. انا ما ترمت. دخلت عرقت على امها. يلا حطها. يا عيال احنا الاول 76. دخل خمسة. بدخل خمسة. يا رب ما يلحق. ما لحق. ما الحمد لله. الله يسعد مرجلك. والله العظيم مرجلك. والله العظيم غصب.
اقسم بالله غصب والله غصب والله غصب اقسم بالله فوز غصب ناخذ الاول غصب كل ما يتكلمون اقسم بالله غصب غصب طبيعيين رب المسح مو طبيعيين ايوه انتهت صح؟ من فوقا عن أنوفهم هذا الإسبان وهذا احتمال نعيد الماب احتمال نعيد الماب هذا خلنا نسمع شو يقولون تعالوا. So just before we end everything regarding the report some players made during the map 3, we took all evidences and we took a lot of care about it. What we saw is effectively some player couldn't kill the player when he was above him, but the player could be hit and touched by the pickaxe using some big jump and grenade. So the sanction will not be taken on the Middle East team because it is not a glitch. Yes! The player could be touched, so the sanction won't be made. So now we are taking every leaderboard of every map for the three groups of 16 players. We are going to give you the leaderboard very soon. We are doing a final verification of every point. So we are doing an announcement when everything is good about it, okay? Yes. I want to say something. Everybody, guys. احسبوا النتائج وحيعلنوا عن كم دقيقه كم تكفى لازم ترسل لهم سكرين شوت يا ربع ساعه ونص ساعه يعني ربع ساعه ونص ساعه مو مشكله يعني نجلسين ننتظر هنا بسرعه بفتح فنيلتي بقول لكم اول ما يوصل شيء عادي افتح فنيلتي اسلام يعني يا عيال حنا الاول تتوقعون اصبر انا مرتبك ما ادري المجموعه الثانيه يا جماعه الخير ركزوا معي المجموعه الاولى تمام المجموعه الثانيه انجلترا روسيا استراليا اسبانيا المجموعه الثالثه اليابان بولندا المانيا البرازيل المجموعه الاولى اللي هم احنا بس هذا مو بليدر بورد هذه الافريق اللي لعبنا ضدهم اوه في مجموعات ثانيه ثواني يا عيال يا عيال ما فزنا اصبروا يا عيال اسمعوا يا عيال ترى احتماليه ثواني يا عيال ترى جبنا بطوله عالميه لو فزنا الحين بصدمكم الوضع اللي صاير كالاتي تمام البطوله عالميه على مستوى اليوتيوبر في العالم كله ركزوا معي ترى احتمال ما فزنا ناصر اسمع البطوله على مستوى العالم ورب المصحف على مستوى العالم كله عندنا اربع مجموعات اوكي احنا مجموعتنا كان فيها ايطاليا فرنسا كوريا والسعوديه تمام احنا اربعه ركز معي مجموعه بي اللي هي الثانيه هي عباره عن انجلترا روسيا استراليا اسبانيا المجموعه الثالثه اليابان بولندا المانيا البرازيل ومجموعتنا فرنسا وكوريا وايطاليا اربع مجموعات الان احنا غالبا والله اعلم متاهلين من مجموعتنا باقي مجموعه انجلترا وروسيا واستراليا واليابان وبولندا والمانيا والبرازيل وفرنسا وكوريا وايطاليا يعني في ثلاث مجموعات راح ياخذون من كل مجموعه افضل منتخب وفريق تمام الافريقه الاربعه اللي ياخذونها صبر لا ما في نهايات والافريقه الاربعه اللي طلعوها من المجموعات الاربع يعني مثلا السعوديه واليابان وانجلترا والبرازيل مثال يعني اعلى نقاط فيهم يا الاربعه هو المركز الاول في البطوله كامله يعني نقول يا رب العباد ان الاربعه افريقيا اربع مجموعات الثانيه ما اخذوا اعلى منا نقاط نقول يا رب العباد احنا فزنا بثلاث اقيام والجيم الاول جبنا الثانيه والثالث لان ام ضغطي عيال لا ما علي ابو شايع باعوص ليش شكرا على 30 دولار يقولون لك باعوص يا اخي ايش اسوي تبي اكذب عليكم اعيشكم بحاجه يمكن ما تصير
يا عيال ترى ما عمرهم ما في فريق ابدا سعودي جاب وطلع على ما في حتى عربي 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 ما في بس احنا صناع محتوى بس احنا رفعنا راس صناع المحتوى نعم اي والله اننا ونعم وما علينا لو تحسبونا على لعيبه وما والله ونعم هذه صناع محتوى اقسم بالله يا احمد لو اوريك انا وش مجهز كذا بتويتر بالجوال الثاني مجهز تغريدة الفوز وهنا فاتح على الناس يلعن ام الضغط يا عيال اثرها ضغط يب انا ما احب العب بطولات ترى والله ان من ايام كود اني اذا لعبت بطولات ونهائيات اني اعيش اليوم كله اللي قبل واللي نفس اليوم بضغط ضغط ما بالك على فلوس وفي ناس يطلعونك يا رب يما ابشرك يمكن ما جبنا الاول طيب تعال تعالي يا رب يا رب يلا جد دعوه من امي يا عيال جد دعوه من امي ادعو من الله ان النتيجه تجيني صور لي وارسلها واتس والله شكرا والله ترى دعمكم اليوم في لنا اقسم بالله لنا مره فرق من اول ما بدينا لين اخر جيم 30000 واحد قاعدين يعززون والله العظيم تحمسون الواحد غصب ما حد يبغى يخيبكم الله شكرا لنا بس نقول يا رب تكمل ونفوز يا يلا ولا وش نسوي؟ الو عيال صار يا عيال ودي اشغلها مره ثانيه ابو شاي عادي ودي افرح يا عيال يا عيال سامي يقول عرفت النتيجه اقول لكم ارحبوا يا عيال سامي يقول اسلام وش يقول انا عرفش النتيجه بس ما بقول لكم الحين وارسل لي هذا الفيس ليه الفيس وش اللي ماسك يده اللي حاط يده تمه هيك مساكت يعني إنه كذا ما بقولكم طب وش يعني في مفاجأة يعني ولا في هذه يمكن في مركبة يمكن في حاجة يا أخي تكفى لا 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 ما يسوونها أنا ملبس أخضر فأخضر يا عيال كلنا أنا معي علم سعودي قاعد أرفع بإذن اللي ما تنام عينه إنها لنا السعودي فوق يا رجال يا سلام حرام عليك تكفى يا أخي لا يوترنا تكفى ترى متوتر خلقه متوتر بطني بدي يوجعني آلام غريبة قاعد يا عيال يوم ركزت بالفيس الفيس يهز راسه يمين يسار أحلف رب المصحف يعني ما اخذناها صح؟ ما ادري والله هذا الفيس لا مستحيل ليه ما ناخذها وش سوينا؟ والله ما ادري والله ما ادري يعني والله ما ادري والله شوف ما راح افرح الا بالاول والله لو يجيني الثاني ما راح افرح بقول الحمد لله بس ما راح افرح والله العظيم والله ما انا ما ارضى الا بالاول من الاول حقنا ان الاول حقنا المفروض نزلوا تويتر قلون تتوقعون فريق الشرق الاوسط فاز منافسات كريتيف ماد لا 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 ما تكذب علي لا حرام والله حرام لا والله شوف لا والله حرام والله نزلوا لا حرام 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 تكذبون يا عيال والله ما يجوز اقسم بالله ما يجوز ان شاء الله يا رب ان شاء الله والله نزلوها يا عيال تصدقون تتوقعون فريق الشرق الاوسط فاز منافسات كريتيف نافس شوفوا تصدقوني تحريات تقول مستحيل نزلوها اذا احنا ما فزنا صدقوني ايوه انا مستحيل نزلوها يا عيال يا عيال الله يا رب يا عيال كون يا عيال حق الدفرن حق الدفرن قهرني قال ويش تل هذا هايبنج ما ادري ايش يقول قلت له ايوه والله اني بغيت اسوي كذا على طول من الغبنة يوم يقول البنت قهرني حس هذا وقت نتيجة يا سلام تكفى النتيجة يا ابو خالد والله انك اقدد فيهم وابو شايع في التوبي وطارق سحب فيهم يا ابو خالد يا ابو ارن يا لا 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 حي لا 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 يا لا 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 حي لا 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 يا لا 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 يا لا لا لي وسعودي توبي وسعودي توبي ابو شايع خذ على يا يال يا يال يا يال يا يال لا لا شي 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 المركز الاول ليتس جو يا بدر يا اللي خسر اللي خسر المملكة حق الولا عن قناعة يا اللي فتحت القشر بالاول لا تحسبوني لعبوا لك انا دا وضعكم خرب صرتم طايا الفرس كل ساعة لا فعل أهل الأرض من شرق إلى غرب ما عاد نكبر بالليل الشفاعة والله احنا رجلنا يا عيال
والله مرجله يا عيال والله مرجله اقسم بجلال الله انكم مرجله وكل واحد اطبخ من الثاني وكل واحد يقول الزود عندي الزود عندي انا الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله عيال هذا انجاز ترى يسجل عندهم يحسبون ألف حساب المدرسة مستقبل يا جماعة الخير يا أخواني الله يسعدكم دنيا وآخرة كل اللي كانوا معانا في لحظة البث الطويل أدري مقطع اليوتيوب جاكم بعد ما خلصنا البطولة ودريتوا أغلبكم بس اللي كانوا معانا وقفوا حمسونا على أعصاب البداية النهاية شكرا لكم شكرا حق اليوتيوب أول فريق يوصل فيه زي كذا الشباب اللي معاي ما قصروا الله يعطيهم العافية أبي منكم خدمة واحدة هذا الشيء إحنا نتحمس إذا شفنا التفاعل بوقته في البثوث المباشرة مهمة تعال الرابط اللي تحت سوي لك حساب تابعنا أنا ومودي بث بنونو لايف ناصر يبث بتويتش هو مثلك الله يعطيكم العافية عشان ما أطول آخر شيء بقوله فورتنايت لعبة أحبها وأعشقها فإذا تبي تدعمني فيها لا تنسى كود الأيتم شوب الله يعطيك العافية SXB شكرا لكم صوتي راح أنا هذا السعودي فوق فوق السلام عليكم الله يرضى جيش السواحات نسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاهد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.